أهلا وسهلا بكم في برنامج المجلة السعودية، معكم الدكتور خالد الشمري. كان زمان الديانات مبنية على الشريعة والفروض والواجبات، مرحلة من مراحل العلاقة بين الله والناس. لكن إعلان الله عن نفسه للناس في السيد المسيح كان مختلف في كل المستويات عن الإعلانات السابقة. طبعا نتج من هذا تغيير في علاقة الله بالناس وقدرة الناس على التعرف بالله. نعم، فإعلان الله بالمسيح طور وعمق معرفة الإنسان بالله، فتخطط مرحلة الوصايا والأعمال الصالحة إلى عمق جديد أرقى من مبدأ الثواب والعقاب أو التهديد والوعيد أو أسلوب الترغيب والترهيب. في المسيح الطبيعة تتغير، هذه الطبيعة هي الولادة الجديدة، هي أساس جديد للعلاقة يصنعه ربنا بقدرته الفائقة. الطبيعة الجديدة تتطور بعد أن تولد بالإيمان بالرب يسوع من خلال العلاقة مع الله، وتعطي الثمر والتزام وطاعة لوصايا ربنا، وتصير الأعمال الزينة ثمار وليست هدف لدخول الجنة. وهذه الأعمال الزينة ما تخرج من طبيعة عاجزة ضعيفة تحاول ودائما تفشل، ولكنها تخرج من طبيعة جديدة تساوي مشيئة ربنا في تصالح مع الله ومع النفس والآخرين. أعزائي المشاهدين، محاولة الإنسان أن يرضي ربنا ويتجنب غضبه بالمجهود البشري عبر التاريخ قد أثبتت فشلها، لكن الله يريد للإنسان أن يتطور ويتمتع بالخطوة الأعمق وهي الخليقة الجديدة في المسيح. الدين يخلي الناس يخافون الله وعقابه ويرتجي ثوابه ويعيش في ظل علاقة نفعية، وكأنك تبغى تتقي شر حاكم ظالم ومش حب في شخص الله بقلب يشتاق إلى قربه والتونس بمحضره. في ظل الدين يسوي الإنسان كل ما يقدر علشان يرضي ربنا، وفي الحقيقة أنت تجهل هذا الإله اللي تعبده، ما تعرف عنه شيء ولا كيف حيتصرف معك أو أنه تتوقع مشيئته. قد يمكر بك أو يبتليك بالشر أو المرض ليختبر صدقك وقوة إيمانك، قد يفقرك أو يذلك ليعرف مدى تمسكك بالصبر، وقد يوقع بك أي قدر مكتوب وعليك أن ترضى بالقضاء وقدره. جهلك بهذا الإله يخلي حياتك أكثر تعقيد، ويخليك تحس أنه عليك العمل ليل نهار وأداء كل الفروض حتى تسترضيه، وهذا يجعلك تعتقد أنه موجود في أماكن معينة دون غيرها، وكأن بعض بقاع الأرض مقدسة فيسكن فيها ربنا ويهجر غيرها. أعزائي المشاهدين، في المسيح في الخليقة الجديدة تتغير هذه العلاقة اللي أوصفها بالمريضة، فتحب الله وتتونس بمحبته غير المشروطة، فتشوف ربنا في كل مكان وتعبد الله في أي مكان وزمان، ومش بس بأماكن معينة في أوقات معينة بعينها دون غيرها. عزيزي المشاهد، الله يحبك بدون شروط أو قيود، يقبلك مثل ما أنت، تعال إليه بدون مقدمات وتحت أي ظرف أو حال، وهو قادر أن يغمرك بحبه علشان تصير خليقة جديدة، تعرفه وتتمتع بأبوته وغفرانه وخلاصه، فتضمن حياتك هنا وفي الحياة الأبدية. الله ما يبغى لك غير الخير ومشيئته الصالحة للبشرية كلها. ربنا يبغى أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. تعالوا يا جماعة نصلي مع بعض هذه الصلاة. أبانا السماوي، كم أنت عظيم، كم أنت قدوس، كم أنت قدير يا رب. نشكرك يا رب على حبك، على خلاصك. حب هذا مقداره لا يوصف يا سيد العظيم. أشكرك يا سيد العظيم أنك تجسدت ورحت على الصليب من أجلي ومن أجل كل البشر
بالمسيح يسوع لك كل المجد. آمين. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك. يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد، وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في، علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك. يبدي الرب لي رحمته في النهار، وفي الليل ترافقني ترنيمته صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي ليش نسيتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذ إنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك؟ إخواني وأخواتي، أحبائي المشاهدين، اليوم حنصلي لمدينة البحر، مدينة الصناعة، مدينة جنبا. تلك المدينة الملكية النموذجية التي سبقت كل المدن بحضارتها، تطورها وتقدمها في شتى المجالات. تلك البيئة الخصبة الصناعية والزراعية والحياة، مدينة ينبع الصناعية والواقعة غرب المملكة العربية السعودية، هي ثاني أكبر المدن الصناعية بعد الجبل، والأولى من حيث المستقبل المشرق. مدينة أبهرت كل من زارها بنظافتها وجمالها ودقة تصميمها. مدينة ينبع مدينة اليوم وغدا، فلنصلي من أجل ينبع. يا رب يا يسوع، جايك اليوم أحط بين يديك ينبع، ينبع البحر، ينبع النخل، أحطهم أمانة بين يدك يا رب، وأهل ينبع كلهم أمانة يا رب، رجالهم وحريمهم وأطفالهم وشبابهم وشيبانهم، كل نفس موجودة على أرض ينبع، هذه الأرض الطيبة، يكون في أمن وأمان وفرح من الآن وإلى الأبد. يا سيد العظيم، فيض ببركاتك على هذا الشعب الطيب. سيد العظيم، أشكرك على ينبع وأهلها. بالمسيح يسوع لك كل المجد. آمين. أعزائي المشاهدين، الآن حان وقت الترنيمة، خلنا نسمع مع بعض هذه الترنيمة وخلنا نتعزى ونفرح بكلمات الرب معانا.
سباني ومن موت أحياني، حبك سباني ومن موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. حبك سباني من موت أحياني، حبك سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى. ما أحلى كلامه، كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى وكل الأماني. حبه سباني، حبه سباني من موت أحياني، حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 فوق وانظر ما أطيب ربي. سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ، اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرة لذيذ. بسم المعاني حبه سباني، حبه سباني سباني من موت أحياني، أحياني حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي. سباني سباني من موت أحياني، حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي، ما أطيب ربي، ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي، ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي. أعزائي المشاهدين، بعد ما سمعنا هذه الترنيمة الرائعة ودي أنه نتشارك بهذه الصلاة ونقول يا رب كم أنت عظيم، كم أنت قدوس، أنك أنت تكلمت معنا يا رب من خلال هذه الترنيمة وخلصت نفوس نفوس محتاجة لك يا رب. أحط يا رب بلدي، أحط الرياض، أحط جدة، أحط مكة، أحط الطائف، أحط أبها، أحط خميس مشيط، كلها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها يا رب، أمانة بين يدك، تحميها وتحفظها وتحمي كل نفس تسمع هذه الحلقة الآن
اختبارك يا رب، تنتشلها من أيادي إبليس بالمسيح يسوع ناصري، له كل المجد. آمين. لكل دين طقوسه وأسلوبه في العبادة، ويعتبر الدين المسيحي أكثر الديانات تشويهاً واستهدافاً من قبل أعدائه. من أجل ذلك يسرني أحبتي أن أخصص هذه الفقرة للحديث عن الأعياد والعبادات والطقوس المسيحية، لنعرف ونفهم كيف يعبد المسيحيون ربهم. ربما يستغرب البعض حين أقول بأن المحبة هي أول الفروض المسيحية، بل وأعظمها كلها. نعم، أعظم من الصوم والصلاة، ففي الصلاة والصيام قال المسيح لنا: فمتى صمت أو متى صليت، فلم يستخدم صيغة الأمر، ولكنه أمرنا بالمحبة فقال: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. نعم، بهذا أمرنا المسيح، أن نحب الكل حتى أعدائنا. فتأكدوا أعزائي أن أي تصرف ينم عن كراهية من أي شخص مسيحي بأنه أمر ليس كتابي ولا يمت للمسيحية بصلة، بل هو خلاف لها. أما الصلاة في المسيحية لا تحتاج إلى وضوء، فإن الله ينظر إلى نظافة وطهارة القلب لا الجسد فقط. فما الفائدة أن أقبل على الله نظيف البدن لكني متسخ الأفكار وناجس القلب؟ كما أن في المسيحية لا يشترط عليك أن تتوجه صوب جهة معينة، فإن الله موجود في كل مكان، ولكن وجه فكرك وقلبك وكلامك إليه وسوف يسمعك. كما أنه لا يوجد قنوت في الصلاة المسيحية أبدا، بل دعاء للناس لا عليهم. وكذلك لا يشترط علينا كمسيحيين أن نردد كلاما معينا أو حركات معينة في كل مرة نصلي فيها، أو متناسقا كأن يكون فيه زجل، بل تحدث مع الله بكل راحة وأريحية وبساطة، في البيت أو في السيارة، في الطيارة أو أي مكان شعرت فيه بحاجتك أن تصلي لله. وأما الصيام في المسيحية فليس بفرض، ولكن شرطه الوحيد أن يكون لله لا للناس، كما يفعل المراؤون. كما أوصانا السيد المسيح في الصيام أن لا نكون عابسين أبدا، بل نكون مسرورين فرحين، حيث قال السيد المسيح: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجورهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كما يجتمع المسيحيون في الكنيسة كل يوم أحد، وفي المسيحية كل أيام الرب مباركة، ولكن ليومي الجمعة والأحد منزلة خاصة. فيوم الجمعة هو اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح لأجر البشرية، وأما يوم الأحد فهو اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات. وفي الكنيسة يجتمعون للشركة في إعلان محبتهم لله وشكرهم وامتنانهم له، حيث يتم هناك التسبيح لله من خلال بعض الترانيم أي الأناشيد والأشعار الدينية. كما تدرس كلمة الله نتعلم فيها عن المسيح وعن أمور حياتنا، لتختم بعد ذلك بالصلاة الرسولية غالبا والشكر لله على نعمته وخلاصه لهم. كما يفهم الناس خطأ بأن المسيحيون يعبدون الصليب، ولكن في الحقيقة لا يعبد المسيحيون الصليب أبدا، ولكنه رمز خلاصهم وبشارة نعمة الله لهم. كما للمسيحيين عيدين اثنين، هم عيد الميلاد وعيد القيامة. أما عيد القيامة
فهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، حيث يستذكر فيه المسيحيون قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه. أما الاحتفال بعيد الميلاد فهو احتفال بمولد السيد المسيح، حيث يحتفل كل العالم بهذا اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي ولد لهم فيه مخلص، فعظم اليوم بعظمة المولود. وأخيرا أتمنى أن ألقاكم قريبا، ولله المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أعزائي المشاهدين، والآن فترة الاختبارات اللي هي كلنا نستناها بشوق دائم. هذا الاختبار جاني من شاب يقول: أنا شاب أعيش في قرية صغيرة ومغلقة ولا يوجد فيها الكثير من مصادر الحضارة. شاءت الظروف أن أعمل جهدي لأسافر إلى المدينة بغرض الدراسة. التقيت بالصدفة مع مسيحيين وصاروا يحدثوني عن الرب يسوع وعن عمله على الصليب ومحبته لي وموته من أجلي. وبعد فترة أخبروني عن برنامجكم الذي هو أكثر من رائع ومفيد جدا جدا، ورأيت ما أريد وفرحت لأني وجدت ما كنت أبحث عنه طوال حياتي. نعم، وجدت الرب يسوع المسيح الإله المحب الذي يضمن الحياة الأبدية، وهو خلصني من عاري وهواني. وبدأت أبكي وسلمت حياتي للرب يسوع وقبلته ربا وسيدا وإلها على قلبي وحياتي. الرب يطول عمرك ويعطيك قوة لكي تستمر بهذا العمل المبارك. آمين. الرب يبارك فيك ويبارك هذا عمل الرب. الرب يسوع المسيح بيحبك وبيحب كل الناس، وكل من اللي عم يشاهدوا هذه الحلقة الآن يتباركوا من اختبارك هذا وتكون سبب بركة للآخرين بالمسيح يسوع. له كل المجد والقوة والكرامة إلى الأبد. آمين. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا استمتعتوا زي ما أنا استمتعت من هذه الحلقة المباركة. وإذا أنت استمتعت زي ما أنا استمتعت، أخبر أصحابك الآن عن هذا البرنامج المجلة السعودية. وإذا عندك سؤال أو استفسار، حنا حنكون سعيدين جدا أن نجاوب عليه. تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي اللي حتشوفها على الشاشة الآن. كان معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمري. أراكم مرة أخرى في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.